هذه الارض هي اللي بتصرف على بناتي اللي بدرسن بالجامعه، وبتصرف على الدار، وبتصرف وبدفع منها كهرباء وبدفع منها مي، وكل الامور هذه من هالزراعه اللي بشتغلها. يعني لولا الزراعه ما بلاقي مصدر رزق اللي اكل منه. انا ما اخذت المنحه والله مبسوطه، والي نفس ازرع بصراحه، صار الي نفس ازرع، لانه ايش، انا صارت عندي مية، احتمال بقدر اروي، والزيت كمان. شو ما بدي اكون احكي لكم او اشكركم، بكون مقصره باب الشكر لكم. الارض خلقت عشان تزرع، بفضل اموت ولا بيع ارضي. والله حسيت اني انبسطت. شو الحمد لله، نعمه كريم، هذه نعمه، هذه انبسطت لما شفت الميه هيك ازقي خضرياتي وانا مرتاح. والحمد لله. والله الارض امي وابوي واخوي كل شيء لي بالدنيا. وانا عمري 15 سنه وانا بالارض،